هي العيال دي هتفضل لطعنا كتير كده ولا ايه؟ ايه يا عنتر؟ انت مش اتصلت بالعيال دي ولا ايه؟ اتصلت بحربي قال لي ان زيني في مشوار، اول ما يرجع هجيبه يجي. طبعا ما هو الغربال الجديد له شده، والله وضت لهم في القفص ولاد الايه، وجي عليا اليوم اللي اقف مع الحسله دي واحط ايدي في ايدهم. يبقى اغسل يدك بعد ما تحط يدك في يدهم. انت بتهزر يا عنتر؟ انا مش فاهم بس انت ازاي مستعملهم؟ اوامر باشا الكبير، وانت عارف اوامر باشا الكبير. يا جماعه كل عقدة وليها حل. الا العقدة دي يا عدل بيه ملهاش حل. بس هنعمل ايه؟ دلوقتي ما علينا غير السمع والطاعة. شوف يا عزام، أنا مش ناوي أدخل في مشاكل مع الباشا الكبير. أظن اللي شفناه لرشوان واللي بيحصل له يخلينا ننفذ الأوامر ومنسكات. واضح يا عنتر إنك مش ناوي تتدخل في حاجة، وفعلاً ناوي تمشي جنب الحيط. وهتفضل ماشي جنب الحيط كده لحد العيال دي ما هتولعها نار. بس أنا بقولك النار دي هتيجي عليك أنت والعيال الجرابيع دول. العيال دول بقى بيشتغلوا معانا، لازم تفهم كده. صح صح يا عنتر، لازم افهم كده وفعلا هتعامل وياهم ولاد ال. ازيك يا حربي؟ ازيك يا عنتر بيه؟ ازيك يا زين؟ عنتر باشا ادخل اتفضلوا. بنضحك انت باسي، ليلتنا قشطه ان شاء الله. ده الحبايب كلهم متجمعين اهو. ما تبطل بقى يا سي زين، الله مش لازم يعني تبقى حلانجه قوي كده عشان توصل. ما انت وصلت وخلاص، بلاش الحركات دي بقى معانا. طب لازمتها ايه طب الدخله الناشفه دي؟ حد فينا قال لك حاجه غلط؟ سيبكوا بقى من الكلام ده وخلونا في المهم. استلمت المسابك؟ حصل يا باشا. ايه الاخبار؟ 100 100 100 100 يا باشا والله، المسابك شغاله تمام والاشياء اخر معدل الحمد لله. تقولوا ايه؟ يعني مفيش اي مشاكل صفتكم؟ خالص يا باشا والله. وفي حاجه كنت اقول لك، كله ماشي ساعه، تقولش يعني ساعه سويسرا يا عمنا. ازاي؟ انا عارف ان المسابك فيها مشاكل كتير وخط الانتاج متعطل وشبه متوقف. اشاعات اشاعات يا باشا، البلد دي بقت مليانه اشاعات وكلها ناس حقوده. خلاص خلاص، خلينا نتكلم في الشغل اللي احنا جايين نتكلم فيه. معاك حق، نتكلم في الشغل. خير يا باشا. دلوقتي في شحنه جديده هتوصل مينا اسكندريه التجاري بكره، هتيجي على مركب تركي. مطلوب منكم ان انتوا تروحوا هناك وتستلموا الشحنه دي وتجيبوها وتخزنوها في مخازن عنتر بيه. الباشا بياكد ان العمليه دي لازم تتم بسهوله ويسر من غير اي مشاكل، مفهوم؟ والكلام ده يحصل امتى يا باشا؟ بكره. ايه؟ بكره؟ بكره هتروح اسكندريه، هتقعدوا على قهوه القهوه التجاريه، وهناك هتقابلوا واحد اسمه سلومه، هو يفهمكوا على كل حاجه. وده نعرفه ازاي يا باشا لا مؤاخذه؟ والله اللي يسال ما يتوهش. وسلومه ده هو اللي هيدينا البضاعه؟ لا، هو اللي هيدلكم على المكان اللي فيه البضاعه. انتم بقى تخشوا منطقه الجمرك، تخشوا على الكونتينر، تفتحوه، تاخدوا البضاعه وتمشوا، لا من شاف ولا من دري. بس دي حاجة تخض يا باشا لا مؤاخذة يعني. معلش يا حبيبي، ساعتها نبقى نجيب لك طاسة الخطة. هو أنت يا باشا فاكرنا إيه؟ نسمة؟ هنخش منطقة الجمارك ناخد الحاجة ونخرج من غير ما حد يضرب بينا؟ ليه؟ داخلين وكالة من غير بواب ولا لابسين طاقية الإخفة؟ يا أخي زين، الله، ما أنت كنت عامل فيها جامد قوي وقلبك حديد وشجاع السيمة، إيه؟ هتجيب ورا ولا إيه يا أخي زين؟ والنبي تنقطنا بسكتك أنت، مش ناقصينك، اسكت. ما تقلقش يا زين، عموما احنا مأمنين العمليه دي كويس قوي. رجالتنا موجوده في كل حته، في مباحث المخدرات وفي المينا وفي الجمارك. المهم ان العمليه دي تتم من غير اي مشاكل. خد يا حرب، ده مفتاح الكونتينر رقمه 3225. خش تفتح الكونتينر هتلاقوا صندوقين عليهم علامه اكس، تاخدوا الحاجه اللي فيه وبعدين تمشوا من غير ما حد يحس بيكم. افتكر يعني مفيش اسهل من كده. ده ايه رايك في الكلام اللي اتقال يا حرب؟ ماله؟ مستريح له؟ مش مهم اذا كنت مستريح له ولا مش مستريح له،
مهم ان دي اوامر الباشا الكبير ولازم تتنفذ. ايوه بس دي مخدرات يا عم حربي، على اخر الزمن هنشتغل في تحريب المخدرات؟ دي مجرد مرحله زين، سلمه ولازم نطلعها. يا عم بقى بلا سلمه بلا نيله، الله انا مش مستريح للحكايه دي. وبعدين حبكت يعني بكره؟ وايه المشكله في كده؟ كنت هقابل دعاء بكره يا حرب. خلاص يا زين، ما انت كنت معاها النهارده، وبعدين اتصل بيها واجل الميعاد من بكره لبعد بكره، ما فرقتش كتير يعني؟ لا فرقت يا اخويا، فرقت كتير قوي. شمان المفروض ان دعاء هتسيب الشغل في الصاله النهارده، وانا كنت بكره هروح اخدها وارجعها المنطقه، وكنت ناوي افتح ابوها في موضوع جوازنا. انت حقيقي ناوي تتجوز دعاء يا زين؟ طبعا يا اخي، كنت عارف ان ده حلم حياتي من زمان قوي يا حبيبي. بتحبها؟ جدا. وهي؟ اول ما فتحتها في الموضوع ده كانت هتطير من الفرح. ربنا يهنيكوا ببعض. عقبالك يا صاحبي. واحنا رايحين فين دلوقتي؟ ابدا، نعدي على ابو صلاح كده نظبط معاه الامور ونشوف هنعمل ايه بكره ان شاء الله. عزام بيه؟ في يا برا؟ البنت دعاء بتسأل عليك وعايزه تقابلك. وده عايز ايه دور اخرى؟ معرفش، بس الليله دي مش راضيه تطلع المسرح. نعم؟ يعني ايه مش راضيه تطلع المسرح؟ هي سويعه؟ روح عند اهلي بسرعه. دعاء عزام بيه وصل، مستنيكي في المكتب. ست دعاء ما نزلتيش الصلاه ليه؟ اصل ساعتك انا جاي النهارده عشان اقابل حضرتك، يعني مش عشان انزل اشتغل. وعايزه تقابلي حضرتي ليه؟ اصل ساعتك يعني انا كنت قررت يعني ان انا مش هينفع اكمل في الشغل تاني يعني. نعم يا اختي، سيب الشغل. هو اللي عايز يسيب الشغل يسيبه بمزاجه كده ليه؟ سايبه؟ لا سعادتك مش سايبه ولا حاجه، وما انا جايه هو لحضرتك دلوقتي عشان اقول لك، عشان حضرتك تلحق تتصرف يعني. اتصرف؟ اتصرف ايه يا اختي؟ هو الشغل على مزاجك هنا ولا ايه؟ ما تتكلمي وتنطعي. اصل حضرتك انا حصل عندي ظروف هتمنعني من ان انا اشتغل يعني. ظروف ايه ما تنطعي؟ اصل عقبال عندي حضرتك كده هتجوز. نعم يا اختي، تتجوزي؟ ما تتجوزي ولا تتنيلي بستين نيله. ايه دخل جوازك بشغلك في الصاله؟ ما هو حضرتك زين طلب مني ان انا ابطل شغل بعد جوازي، فانا مش هينفع اكمل عشان كده، عشان هو طلب كده. زين؟ هو انت هتتجوزي زين؟ طب مش كنت تقولي كده من الاول يا شيخه؟ الله، ازاي؟ اصل انت ما تعرفيش معزة زين عندي دي قد ايه؟ يعني هو حضرتك مش زعلان؟ زعلان؟ طبعا زعلان. زعلان اولا انك هتسيبينا، وزعلان اكتر انك خبيت السر ده عليا مده طويله، خاصه ان احنا متفقين من الاول ان احنا عيله واحده ومفيش بينا اسرار. انما طبعا طبعا انا فرحان، فرحان ليكي وفرحان اكتر لزين. اصل زين ده له معزه عندي كبيره قوي. ما تعرفيش غلاوة زين عندي دي قد ايه. يا عزام بيه، والنعمة زي ما تكون شلت طوبة كده من على قلبي، ده انا مبسوطة قوي والنبي ان حضرتك ما زعلتش. ازعل؟ ده انت زي بنت دعاء، وافرح لفرحك. بس انا ليا طلب عندك. امرني يا باشا امرني. عايزك بكرة تيجي هنا عادي خالص. اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ عشان اديكي بقية حسابك ومكافأة نهاية الخدمة
وكمان اكون لحقت يعني كده جهزت لكم هديه كويسه بمناسبه جوازك انت وزين. ربنا يخليك ليا، والله مالي لزوم والنعمه، ربنا يخليك. يا دعاء معقول هتكسفيني؟ ده النبي قبل الهديه، انت مش هتقبلي هديتي؟ عشان خاطر عيونك التبس. خلاص يبقى انا بكره باذن الله اعدي على حضرتك في المكتب هنا. ماشي، روحي انت دلوقتي يا حبيبتي وبكره ان شاء الله اشوفك. ماشي، على اذنك يا باشا. اتفضلي. بقولها ايه؟ قوم يا باشا. تعالى اوقف الباب. خير يا سعادة الباشا. دعاء حسبنا هتتجوز. عارف هتتجوز مين يا برعي؟ هتتجوز زين. زين؟ علشان كده عايزين نحضر لهم هدية جواز معتبرة على مزاجي، واللي حاولهولك عايزك تنفذه بالحرف الواحد.